صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وقع قتال بين طائفتين ثم حصل قتلى من الفريقين ثم حصل الصلح واتضح أن طائفة منهما أكثر قتلى من الأخرى، فماذا نفعل في هذه الحال؟ هل يقتص من الطائفة الأخرى ويقتل منهم بعدد القتلى؟ ما في قصاص القتل في حالة البغي، ما في قصاص بين الطائفتين. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا ضمان أموال. نعم.